ومهمة جدا وأفكار رائعة لمستقبل مصر. ولكن قبل دول ودول عندنا الأخبار، وأول حاجة حابب أبدأ بيها وملهاش دعوة بجذب التعاطف وعايزين نحنن القلب ونعمل كده، في حاجة اسمها إعلام ومناقشة الخبر حتى الثمالة. وشدنا جدا خبر زيارة شاب بسيط، هو الثاني كان في السيدة اللي زارت مبارك وانفردنا لحضراتكم بحوار ساعتها معاها. والنهاردة معانا إبراهيم، وهو شاب عادي جدا من الإسماعيلية في فايد بالإسماعيلية، قعد مع مبارك 11 دقيقة. تعالوا الأول نشوف إيه الحكاية. إبراهيم محمد حسين شاب مصري يعيش بمدينة فايد بالإسماعيلية، يؤمن بثورة 25 من يناير التي أسقطت النظام السابق، لكن شيئا ما دفعه لخوض تجربة مقابلة الرئيس السابق حسني مبارك، وبدأ يطرق كل باب قد يساعده على تحقيق هدفه، حتى وصل إلى مستشفى شرم الشيخ. وبعد منعه في المرة الأولى كان على موعد بعدها مع مكالمة هاتفية حددت له موعد زيارة الرئيس السابق، والتي استغرقت وقتا ليس بالطويل، لكنه كان مليئا بالتفاصيل المميزة التي تستحق الوقوف أمامها والتعرف عليها. ورغم أن موقف برنامج محطة مصر تجاه مبارك ونظامه البائد واضح ومعلن، لكن دور الإعلام الذي نؤمن به أن يسلط الضوء على كل ما يهم المواطن ليس من باب استعطاف المشاعر تجاه مبارك، ولكن ما حدث كان يستحق أن نتعرف على تفاصيله. أستاذ إبراهيم محمد حسين بينضم لي على التليفون. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ معتز. الحكاية طلعت إزاي؟ إيه اللي خلاك في البداية عايز تزور مبارك يا إبراهيم؟ لا وطي التلفزيون يا إبراهيم مش هنعرف نتواصل، والتلفزيون عالي. وخلي الأمر لله يا سيدي، ولكن خلينا نتواصل عن طريق التليفون. اتفضل حضرتك. إيه اللي خلاك في البداية عايز تزور مبارك يا إبراهيم؟ اولا انا بشكر حضرتك الاول، وانا من معجبين حضرتك جدا والله، يعني ربنا يخليك يا سيدي. ربنا يخليك. اول مشكله بص يا استاذ معتز، انا يعني بص انا متريح للرئيس ومتاكد اللي هو اخطا، ومفيش انسان ما اخطاش. ايوه ماشي، بس في نفس الوقت مش معقوله، يعني هقول 60 سنه مش هقول 30 سنه، مش معقوله ما عملش حاجه كويسه للبلد. اكيد زي ما عمل الوحش عمل الحلو، اكيد. وانا متاكد اللي هو عمل الوحش باللي حواليه بالحشه اللي حواليه بدون داعي يذكر اسماء، بس انا متعاطف ليه معاه، مش عشان هو رئيس ولا الكلام ده، عشان هو عمل حاجات كتير للبلد في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ده راجل مريض. يعني في ناس مسؤولين كانوا اتحبسوا حضرتك وطلعوا افراد صحي وهم صحتهم كويسه. ايوه احنا ليه حضرتك الفلوس اللي هو خدها ماشي والله اعلم هي كام، الفلوس اللي هو خدها يرجعها ماشي للشعب ويعيش معزز مكرم في بلده ويتعالج في بلده، مش هيعمل زي رؤساء تاني حضرتك، كل واحد رئيس دوله اللي بيموت في شعبه زي القذافي وسوريا واليمن بيموتوا في شعوبهم حضرتك، لكن الراجل ده عاش وقال انا هموت في البلد دي وهعيش في البلد دي. فانا حضرتك انا بقيت قاعد قدامه من نهار ما شفت شكله. طب يعني قول لي بس خلينا نبدا الحكايه من الاول، قول لي الفكره بدات تنفذها او خطواتها جت ازاي، الناس كل الناس عايزه تفهم ايه اللي بيحصل، والاعلام نفسه يطل ولو طل لمده دقائق قليله ولكن لا يسمح ليه، ازاي حصلت معاك المشكله كلها؟ حصلت حضرتك من اول حضرتك من الرئيس داخل المستشفى وعرفت بازماته الصحيه حضرتك، طبعا تعاطفت معاه وبقى بيني وبين نفسي بقول حسب الله نعمل وكيل في الظالم. فبدات حضرتك اطرق الابواب اللي هي القانونيه حضرتك، رحت حضرتك المحكمه عندنا في اسماعيليه وقدمت طلب للمحامي العام، فالراجل كده محترم ومستشار جدا وقال لي انا نفسي اطمن زيك واطمن الاعلام، قلت له بصراحه ربنا بعض القنوات الفضائيه ما بتقولش الصراحه، وكل الوقت اللي عايز يطلع على كرسي حتى بينتقد في الرئيس. فالراجل احترم وجهة نظري قال لي بس انا مش من سلطتي اللي انا اقدر اعمل لك حاجه، وانت مالكش صفه قرابه اللي انت تقدر تقابل الرئيس. فطبعا انا طلعت على النائب العام بعد ما اترفض الطلب بتاعي في اسماعيليه وقدمت طلب هناك في مكتب المستشار عبد المجيد محمود، اترفض الطلب بتاعي برضك، وحضرتك في ناس قابلت الموضوع بكل احترام وفي ناس قابلته حضرتك لمؤاخذه، يعني اللي هم بيضحكوا كل اللي يقول لي انت الناس كلها بتيجي تقدم شكوى انت جاي تزور الرئيس، قلت لهم الراجل ده يا جدعان يعتبر ابونا، فكل واحد يقول لي هو قريبك، فطبعا هو مش قريب، هو ما كان مسؤول عن مصر ما كانش مسؤول عن قرايبه بس، كان مسؤول عن الشعب المصري كله. وانا متاكد وبقول لحضرتك يا استاذ معتز 100 مره كمان، الراجل دوت عمل حاجات كتير للبلد زي ما هو اخطا، والله والله العظيم حضرتك الراجل ده اخطا بالحشه اللي حواليه.
ومن ضمنهم ابنهم، ابن حضرتك جمال غرقه، احمد عز والناس الثانيه دي حضرتك. مش هي مش قصتنا يا ابراهيم، يعني احنا مقتنعين ان السمكه بتفسد من الراس والحاشيه مع السنوات بتفسد، يعني المفروض على الحاكم ان يكون مصحصح لها. وعارف انت مقوله سيدنا عمر بن الخطاب اللي قال فيها لو بغله عثرت في العراق لسال الله عنها عمر يوم القيامه، ولكن دي مش قصتنا، دي وجهه نظرك وبحترمها جدا. ودي والثورة قامت، انا لسه بقول ده امبارح عشان كلنا نسمع بعض واختلاف وجهات النظر. قوموها عشان ربنا عاوز كده، عشان يظهر الحقيقة، ربنا عاوز كده عشان يظهر الحقيقة للناس دي. رحت قدمت الطلب عند المستشار عبد المجيد محمود، اترفض حضرتك 3 مرات. ايوه، قالوا لي انت حضرتك مالكش اي صفة قرابة وكده. رديت حضرتك على المستشار اللي انا قابلته حضرتك بدون ذكر اسمه حضرتك، ناس مكتب المستشار عبد المجيد محمود، قلت له حضرتك الرئيس كان مسؤول عن الشعب المصري كله، ما كانش مسؤول عن قرايبه، وانا واحد مواطن حضرتك بسيط جدا ومن ضمن الناس اللي اتظلموا في البلد دي، راجل معايا مؤهل جامعي برضه كونجرس تجاري حضرتك واتظلمت في البلد دي، بس في نفس الوقت حضرتك انا متعاطف معاه كانسان مريض وكان انسان مسن. فكله يعني في ناس حضرتك كانت بتاخد الكلام بتاعي باحترام، وفي ناس كانت بتاخده بسخريه حضرتك طبعا. فطبعا حضرتك يعني لجأت بقى الباب تاني وكده، اللي انا رحت شرم الشيخ وقعدت هناك يومين حضرتك لحد ربنا اكرمني ولاد الحلال هناك حضرتك في المستشفى، بعض ضباط الجيش وراحوا مقابليني حضرتك بسياده الرئيس الحمد لله. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي تفصيليا ايه ازاي ولاد الحلال. رحت حضرتك كان يوم جمعه حضرتك، اليوم اللي كان بيتحقق معاه مع حرم سياده الرئيس في جهاز كاس غير مشروع، كان يوم جمعه هناك حضرتك. قعدت قاعد حضرتك في الريسبشن تحت حضرتك مع الضابط بتاع الجيش اللي هو خدني حضرتك. فالمهم بعد ما قعدت حضرتك لقيت حضرتك حرم سياده الرئيس، قالوا لي معلش هتاخر شويه عشان بيحققوا معاها فوق جهاز كذا غير المشروع. استنيت شويه وهي نازله حضرتك، شفتها وهي نازله في الاسانسير ومعاها بعض الحرس شرطه عسكريه وداخليه. فالمهم حضرتك لقيتها تعبت مره واحده تحت في الريسبشن حضرتك ماشي، ولقيتهم بيمدوا على ترولي وراحوا واخدينها على الترولي حضرتك وراحوا مركبين لها الاسانسير ثاني وطلعت ثاني. كانت حالتها عامله ازاي لما شفتها يا ابراهيم؟ حضرتك انا ما اتاكدتش اللي هي لما قربت عليا ولقيت الناس كلها بتقول ترولي ترولي، شفتها بس نفسي يعني كانت عادي الامور بالنسبه لي عاديه، لان انا جاي ومتعاطف مع الرئيس بس، يعني قلت لو هيشنقوا عياله حتى مش مشكله، بس انا جاي عشان اشوف الرئيس واطمن عليه. انا جاي من اخر الدنيا واتبهدلت هنا وهنا واتفتشت وكده كل الطريق حضرتك عشان اشوف الرئيس واطمن عليه، لان قسما بالله انا يوم التنحي بتاعه مش قادر اقول لحضرتك، الدموع اللي كانت بتنزل مني اكن دم بينزل مني مش دموع. لاني انا من غير اي حاجه حضرتك قسما بالله انا عمري ولا انتميت لاي حزب ولا اي حاجه، بس الراجل ده انا بحبه لله في لله. لان انا حاسس اللي هو اتظلم من الناس اللي حواليه زي ما قلت لحضرتك. المهم سيادتك بعد حضرتك ساعه ولا ساعتين لقيت حضرتك الضابط اللي هو اللي بتاع الجيش جه ونزل لحضرتك وقال لي على معلش يا حبيبي انا بعتذر لك، الرئيس تعب فوق معلش وانت شفت اللي حصل وكده، حرم سياده الرئيس تعبت برضه، فمعلش رقم تليفونك معايا وباذن الله خلال الاسبوع ده هخليك. قلت له انا عارف حضرتك ما لناش فايده، انا مش هعرف ازور، انا عارف انا كده كده عارف اللي هو هيترحل قريب، فحضرتك راح قال لي باذن الله وحياه اولادي لا خليك تزوره ان شاء الله لو هو لسه موجود في المستشفى. المهم بعد يومين ثلاثه حضرتك لقيته بيتصل بيا يوم ثلاث بيقول لي ازيك يا ابو خليل، قلت له الحمد لله سعادتك وكده، بيقول لي انا اللي كنت قابلتك العميد اللي كنت قابلتك بتاع الجيش في المستشفى، قلت له انا فاهم يا استاذ، فقال لي تعرف تجي لنا بكره الساعه 10 الصبح تبقى موجود في المستشفى، قلت له حضرتك لو من الفجر هكون عند حضرتك. المهم رحت على الميعاد بتاعي قبل الميعاد بتاعي بساعتين الحمد لله، وركبت حضرتك من الفجر ورحت هناك حضرتك، فكان الحمد لله معايا تصريح من شركه دلتا وركبت حضرتك الاتوبيس ورحت هناك وصلت المستشفى. المهم قعدت بتاع نص ساعه ولا ساعه، فالمهم طلع معايا الضابط ده وكم واحد ولقيت فيه دكاتره هناك في الجناح اللي هو بتاع سياده الرئيس. فالمهم انا خبطت، هو دخل الاول قال لي ثانيه واحده، فقال لي خبط وخش، كملش دقيقه وطلع حضرتك ضابط الشرطه والجيش، فقال لي اتفضل خبط وخش. فالمهم بس كانوا فتشوني تفتيش يعني مش قادر اقول لحضرتك عاملين ازاي في اوضه جنب جناح الرئيس. ايوه. المهم دخلت على الرئيس حضرتك، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الرميه اللي انا شفته فيها اللي الناس بتقول اللي هو قاعد في منتجع ولا قاعد بيتفسح في المستشفى، الرمي اللي انا شفته فيها ده مش الرئيس اللي انا بشوفه في التلفزيون، ولا انا عمري ما شفته. ماشي يعني اول مره اشوفه كده، وكنت اتمنى ان انا ما اشوفوش في الوضع اللي هو فيه. وربنا ما يكتبها على حد. لقيته حضرتك شعر ابيض وراجل يعني خاسس خالص، وحضرتك مش قادر اقول لحضرتك كلامه كان طلع ازاي، كله كلامه مكسر من كتر التعب، لا مؤاخذه يعني ربنا ما يكتبها على حد، اكن انسان عنده شلل في بقه مش قادر يتكلم، كلامه تقيل جدا. ولقيت ايده الاثنين فيها كانوا حضرتك ونايم على السرير نص نومه كده، رافعين له السرير نص نومه، لقيته بيشاور لي وتعالى كده، ورحت فبسلم عليه وببوسه حتى ببوس ايده حضرتك، فلقيته راح شد قال لي حرام يا حبيبي، وراح مطبطب عليا حرام ما تبوس ايد حد. فرحت ببوسه كده لقيت الدكاتره بتقول لي بالراحه وكده، راح مشاور الدكاتره قال لهم سيبوه براحته سيبوه. فالمهم قعدت اقول له ازي سيادتك، وبعدين قال لي انت منين؟ قلت له حضرتك انا من اسماعيليه من فايد، وكل يوم بتصل على سيادتك في الجناح هنا. فرد عليا وقال لي انت ابراهيم بتاع فايد؟ قلت له اه سيادتك والله كل يوم بتصل على سيادتك، وفعلا انا كل يوم بتصل عليه هناك في الجناح. فقال لي حبيبي السلام بتاعك بيوصلني كل يوم وانا متشكر جدا،
فالمهم كلمته شويه كلام كده حضرتك يعني من ضمن يعني كان في واحد قايل لي اساله سؤال من بعد ما اطمنت عليه. فالمهم وانا قدامه بقيت قاعد منهار انا مش شايف قدامي من كتر الدموع اللي نازله مني وانا شايف شكله حضرتك. فبيطبطب عليا وراح قال لي مفيش رجاله بتعيط وراح بيسني حضرتك من دماغي كده من قرتي كده. فرحت معيط اكتر حضرتك ورحت واخده الحضن وقعدت ابوس فيه حضرتك. المهم فسالته سؤال يعني وكده حضرتك يعني بس مش هقدر اذكره لحضرتك انا اسف استاذ معتز بخصوص موضوع الفلوس ومش الفلوس. هو رد عليا سؤال وكده بس انا عارفين اللي انا اقدر اقوله معلش. لا ما انت بتقول اهو بالنسبه للفلوس. انا سالته سؤال في الفلوس ورد عليا سؤال برضك حضرتك يعني. طيب ما انت خلينا من السؤال اللي مش قادر تقوله بالنسبه للفلوس سالته قلت له ايه انت خدت الفلوس دي مثلا ولا حاجه زي كده؟ لا ما قلتلوش كده لان ما اقدرش اقولها له كده. امال انت قلت ايه؟ قلت له حضرتك ان في واحد يعني حضرتك واحد صحفي قال لي ابلغ حضرتك معلش كلمه هتوجهها للناس عشان الناس تهدى حضرتك انا اسف وما تزعلش مني سيادتك الناس اللي بتقعد تقول سيادتك معلش عندك 40 و70 مليار ماشي وانا اسف سيادتك ما تزعلش مني. قال لي بص يا حبيبي الفلوس اللي انت بتقول عليها دي بيقول الكلام وهو مكسر كمان الفلوس اللي انت بتقول. قلت له سيادتك انا ما قلتش كده والله. فقال لي الناس اللي بتقول عليها دي يا ابني لو عندي الفلوس دي كنت سددت ديون مصر ومش هنحتاج حاجه من حد. ودي مش ديون على مصر ده حق مصر حق الناس اللي بتمر وتعيش بره دي. ايوه قسما بالله يا استاذ معتز الكلمه دي قالها لي قسما بقيت كل ما ادعي له واقول له ربنا يقومك منها والسلام وربنا يشفيك يقول لي الناس عامله ايه والبلد على ايه وخلي الناس الكبيره البركه تدعي لي. فاول ما قال لي خلي الناس الكبيره والبركه برضو بقيت قاعد اعيط قدامه وكده. فالمهم هو نفسه شافني فانا حسيت ان الدموع هتنزل من عينه وهو شايف منظره ده قدامي. فقال لي انا عايزك تيجي تزورني تاني يا حبيبي وكده. قلت له ده انا ليا الشرف حضرتك ده انا دخت عشان اجي لحضرتك كده. قال لي لا ان شاء الله هتيجي وهشوفك باذن الله بس ادعي لي كده وخلي الناس الكبيره دي تدعي لي باذن الله وربنا هيهدي البلد ومصر هترجع احسن من الاول ان شاء الله. قال لك ديون مصر قليله جدا قال لك الجمله دي؟ لا هو بيقول حضرتك الفلوس اللي انت بتقول عليها يا ابني انا عندي فلوس دي كنت سددت ديون مصر والفلوس وديون مصر اقل من كده بكتير من الفلوس اللي انت بتقول عليها دي يا ابني. يعني دي حاجات انت ما تعرفهاش الديون بتاعت مصر اقل من كده بكتير. قلت له سيادتك باذن الله ربنا يعديها على خير والبلد تقوم باذن الله وربنا هيشفيك باذن الله. قال لي بس ربنا يقوم البلد على خير وترجع تاني احسن من الاول ومصر هترجع احسن من الاول ان شاء الله. تتخيل يا ابراهيم لو حبيت تقوم بالزياره دي قبل التنحي او قبل اللي حصل ده كله كان هيسمح ليك؟ لا طبعا. لا طبعا. سيادتك ليه؟ اللي حواليه ما بيوصلوش الحقيقه. اللي حواليه الحشيه اللي حواليه ما بتوصلوش مشاكل الناس كمان مش اللي انا قابله ما بتوصلوش مشاكل الناس. طب انت الاحساس ده ومحتفظ بالاحساس ده رغم انك انت من الناس اللي ظلموا يعني عارف انك انت ربنا كمان يعني لو سمحني لو قلت المعلومه كمان انت انسان يعني عندك مريض شويه وكان ليك حق الحمد لله وعندك حق انك انت تتعين في نسبه 5% من الوظائف ومع ذلك لم تعين ولم تحصل على اي حقوق زي شباب كتير في البلد دي يا ابراهيم. بعد اذن حضرتك استاذ معتز حضرتك تعرف انا في بيتي ايه او انا اعرف في بيت حضرتك ايه؟ لا الرئيس كان نفس الموضوع مش معقول هيخش كل بيت وهيعرف كده. هو حضرتك انا قسم بالله بقولها وده ما يعني حاجه وجهه نظر شخصيه مش معقول الرئيس عارف كل بيت فيه بس هو عارف ان البلد فيها ناس مظلومه كتير جدا وانا متاكد ورايح له هو غلطان ماشي ومش هيخش كل بيت ويعرف اللي فيه ايه هو عارف اللي فيه ناس بتضرب من غير عشاء بس حضرتك التقارير اللي بتوصله كلها ما بتوصلوش بالحقيقه بيديله الصوره كانها جنه حضرتك. طب قول لي يا ابراهيم في اي حاجه تاني شفتها رصدتها جديره انك انت تحكيها لنا؟ لا هو حضرتك بس منظره بس هو اللي خلاني حضرتك انا بقول لحضرتك استاذ معتز حضرتك لو شفته حتى لو الموظف الكلمه لو حضرتك او غيرك او اي حد تاني وبينتقد في الرئيس وبيشتم فيه حتى وشافه بالمنظر اللي هو فيه ده وفي الكلام وهو طالع منه بس قسما بالله بقول لحضرتك هيبكي بدل الدموع دم. ابراهيم محمد حسين الشاب المصري ابن فايد في الاسماعيليه والذي حظي بمقابله مبارك وهو الشخص الاخر كانت فيه سيده وعملنا لقاء معاها وده تاني مواطن عادي يقابل مبارك بعد التنحي ويسمح له. ليه سمح لابراهيم؟ معرفش. ليه ابراهيم اتوافق عليه؟ برضه كمان معرفش. هل لو احنا قدمنا؟ لا طبعا. بالتاكيد محاولات بنبذلها من السر وغيرنا عشان حتى نقترب ناخد لا ده شيء يبدو من ضروب المستحيل. في النهايه ابراهيم إنسان من حقه أن يكون رأيه ده ومن حقه أن يكون ده رأيه في مبارك زي من حقنا ومن حقكم أن يكون أرائنا مختلفة ولكن قلنا أن القصة جديرة بأن احنا نذكرها لحضراتكم ونوريها لكم وفي النهاية هي تغطية إخبارية كان من واجبنا أن احنا نقوم بها.